بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه موني كورشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض قعده للاكواب والكاسات، وان شاء الله هتبقى سهله جدا في تنفيذها. بس يا ريت قبل ما ابدا، لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بقدمه باذن الله. فهنبدا مع بعض كده القعده ونشوف هنبدأ ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اول حاجة هنعمل دايرة سحرية، وهنشتغل ادي واحد اتنين تلاتة. السلسلة الاولانية اللي هي بتمثل العمود الاول، وبعد كده هخش في الدايرة اللي انا عملتها الدايرة السحرية وهعمل عمود تاني، بعد كده هرتفع بواحد اتنين، هرتفع بسلسلتين واخش في نفس الدايرة السحرية واخش اعمل ادي عمود بس مش هكمله، واخش واعمل العمود التاني. هيبقوا ثلاث غرز معايا على الابرة، هسحبهم كلهم بالابرة مرة واحدة، وبعد كده هعمل سلسلتين واخش في نفس الدايرة واعمل عمود تاني مش مكملاه، واخش اعمل عمود تاني اهو، يبقى معايا على الابرة ثلاث غرز اسحبهم كلهم مرة واحدة. يبقى انا كده كونت تلات مجموعات، ادي مجموعة اتنين تلاتة. انا عايزة اعمل ست مجموعات في الدايرة دي، ما بين كل مجموعة بعمل ادي سلسلتين واعمل العمود الاول ما كملوش، يبقى غرزتين على الابرة، واخش واعمل العمود التاني يبقوا تلات غرز على الابرة واسحبهم كلهم مرة واحدة، واعمل سلسلتين واخش في نفس الدايرة واعمل ادي عمود ما كملتوش، والعمود التاني بقوم تلات غرز على الابرة واخش واسحب الخيط واعمل ادي واحد اتنين سلسلتين. انا عملت كده خمس مجموعات، هعمل المجموعة الستة. ادي سلسلة، ادي العمود الاول وادي العمود التاني، كون تلات غرز على الابرة اسحبهم كلهم مرة واحدة على الابرة واشد الخيط. يبقى انا كده كونت ست مجموعات اهم، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هرتفع باخر سلسلتين واقفل بغرزة منزلقة في هنا في اول عمود انا بدأته، بسحب منزلق. بعد كده هيتكون عندي فراغات كده، ست فراغات هيكونوا عندي. هخش في الفراغ الاول واعمل غرزة حشو وارتفع بواحد اتنين تلاتة، ارتفع باول عمود واخش في نفس المكان واعمل العمود التاني واسحب الابرة. بعد كده هرتفع سلسلتين واخش في نفس الفراغ واعمل عمود مش مكملاه، واخش في نفس الفراغ واعمل العمود التاني. هيتكون برضو نفس الحكاية في السطر الاول، هيتكون عندي هنا برضو تلات غرز على الابرة هسحبهم كلهم مرة واحدة. ارتفع بواحد اتنين واخش في الفراغ التاني ده واخش اعمل برضو عمود مكملوش، ادي اول عمود مش مكملاه، واخش في نفس الفراغ واعمل العمود التاني. اتكون عندي تلات غرز على الابرة اسحبهم كلهم مرة واحدة، وبعد كده بعمل سلسلتين وفي نفس المكان هعمل برضو عمود مكملوش، والعمود التاني هيتكون تلات غرز على الابرة هسحبهم كلهم مرة واحدة، هيديني الشكل ده كده. هكرر، هعمل ادي سلسلتين برضو
هرتفع بسلسلتين، ادي واحد اتنين، واخش في الفراغ التالت اللي هيقابلني وارتفع بقى، ادي عمود ما كملوش، وادخل واعمل العمود التاني واسحب التلات غرز كلهم مرة واحدة، بعد كده سلسلتين، واخش في نفس الفراغ واعمل عمود ما كملوش، واخش في نفس الفراغ واعمل العمود التاني، هيتكون ثلاث غرز على الابرة اسحبهم كلهم مرة واحدة، وبعد كده هعمل سلسلتين وهكمل لحد الاخر، هيديني الشكل ده كده، هكمل وارجع لكم. اتكون عندي الشكل ده، ارتفع ما تنساش ارتفع باخر سلسلتين، واقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة انا عملتها، واحد اتنين في التالتة، واقفل بمنزلقة. يبقى ده السطر التاني. عايزة اعمل السطر التالت، هخش في الاول غرزة تقابلني اللي هي بتاعت العمود التاني ده، واعمل فيها برضو منزلقة، اخش في الفتحة او الفراغ اللي هيقابلني ده واعمل فيه منزلقة، وارتفع بواحد اتنين تلاتة. هنا بقى في السطر التالت في كل فراغ هيقابلني هعمل نفس الطريقة اللي عملتها في السطر التاني، ان انا هعمل اول عمود اهو، وادي التاني في اول فراغ قابلني، وبعد كده سلسلتين، واخش في نفس الفراغ هعمل عمود مش مكتمل، واخش اعمل العمود التاني، يتكون التلات سلاسل اسحبهم كلهم على الابرة، بعد كده هعمل سلسلتين، واخش في الفراغ اللي قابلني ده على طول اللي هو كان مكون من سلسلتين، اخش في الفراغ ده واعمل العمود الاول مش مكتمل، وبعدين اخش اعمل العمود التاني، يتكون عندي التلات غرز على الابرة هسحبهم كلهم مرة واحدة، واعمل واحد اتنين سلسلتين، واخش في نفس المكان وهعمل ادي العمود الاول والعمود التاني، ارتفع بسلسلتين، واخش في الفراغ اللي هيقابلني ده وهعمل ادي عمود مكملتوش، ادي عمود اهو ما كملتوش، واخش واعمل العمود التاني، تلات غرز على الابرة اسحبهم كلهم مرة واحدة، سلسلتين، واخش في نفس الفراغ واعمل عمود ما كملوش، واخش واعمل العمود التاني واسحب كلهم مرة واحدة، بعد كده سلسلتين، واخش في الفراغ اللي بعده، يعني بعمل في كل الفراغات اللي بتقابلني كده، بعدين سلسلتين نفس الفراغ هعمل ادي عمود ما كملتوش، خش واعمل العمود التاني واسحب كله على الابرة، هكمل الدور وارجع لكم. كده انا خلصت الدور التالت، هطلع برضو السلسلتين بتوعي وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة انا عملتها، هقفل بمنزلق. انا عايزة اوصل الفراغ ده، هعمل غرزة منزلقة وهرتفع بواحد اتنين تلاتة، هرتفع بتلات سلاسل دور الرابع، وهعمل هنا منزلقة في اول فراغ، اسفة غرزة حشو في اول فراغ يقابلني، تاني هرتفع بتلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدخل في الفراغ الاولاني اللي هيقابلني وهعمل غرزة حشو، وبعد كده تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل غرزة حشو، وبعد كده واحد اتنين تلاتة فراغ غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة غرزة حشو،
يعني الفكرة بتاعت السطر الرابع ان انا بعمل 3 سلاسل واخش بغرزة حشو في كل فراغ يقابلني. انا كده خلصت السطر الرابع، هنعمل مع بعض السطر الخامس. هنخش بقى في اول فراغ هيقابلني من الفراغات اللي انا عملتها دي، وهعمل غرزة حشو وهطلع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهعمل في الفراغ في نفس الفراغ ده هعمل 5 أعمدة، وال3 سلاسل اللي انا عملتهم ده هيبقى العمود السادس فيها، يعني هعمل 5 والسادس اللي هو ال3 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5، وهرتفع بالخيط كده واسحب الابرة منه. دي الغرزة المنتفخة، لو تفتكروا معايا ان انا عملت بيها فيديو قبل كده اللي هو كان عنقود العنب، عملنا فيه الغرزة دي المنتفخة دي. وهسحب الابرة كده وهرتفع ب1 2 3، هخش في الفراغ التاني اللي هيقابلني وهعمل برضو 6 أعمدة. ادي 1 2 3 4 5 وهسحب الإبرة لفوق كده وهدخل في أول غرزة أنا عملتها هنا في العمود الأولاني، وهاخد الخيط واسحبه كده من تحت وارتفع ب1 2 3، هدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل برضو 6 أعمدة. أدي 1 2 3 4 5 6، نفس الحكاية هرتفع بالخيط كده عشان ما يسحبش مني، واخش في اول فراغ كده وهاخد الخيط واسحبه من تحت كده واخرجه من الغرزة، ارتفع ب3 سلاسل، اخش في الفراغ اللي بعده واعمل برضو 6 أعمدة. ادي 1 2 3 4 5 6، اسحب الخيط واخش في اول غرزة عملتها واسحب الخيط من تحت كده وارتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. هكمل الدور الرابع بنفس الدور الاسفل الخامس بنفس الطريقة دي وهنشوفه مع بعض. انا خلصت الدور الخامس، هطلع ب3 أعمدة اللي هم ب3 سلاسل اللي هم اخر حاجة، 1 2 3، وهقفل بغرزة حشو في الغرزة اللي انا كنت بقفل بيها ال6 أعمدة، اخش فيها بغرزة حشو. بعد كده هخش في اول فراغ يقابلني وهعمل غرزة حشو وهرتفع ب1 2 3، وفي نفس المكان هعمل 5 أعمدة تانيين. ادي 1، هعمل 5 أعمدة والسلسلة دي تعتبر بمثابة العمود الاول، يعني هيبقوا 6 أعمدة. ادي 1 كده، 3 بقى بالسلسلة الأعمدة، 3 4 5 6، عملت 6 أعمدة هم. هخش في الغرزة اللي انا قفلت بيها ال6 أعمدة اللي في السطر الخامس، هخش في الغرزة دي وهعمل
غرزة حشو. اخش في الفراغ اللي بعدها وهعمل 6 أعمدة. ادي 1 2 3 4 5 6. عملت 6 أعمدة اهم. هقفل برضو هنا بغرزة حشو واخش في الفراغ اللي بعدها واعمل 6 أعمدة التانيين. ادي 1 2 3 4 5 اخش هنا الغرزة دي وهعمل غرزة حشو وهكمل بنفس الطريقة الدور السادس. وبكده انا خلصت القعدة بتاعت الكوباية. اتمنى ان يكون الشرح عجبكم وقدرت اوصل لكم الفكرة. واستنوني ان شاء الله في فيديو قادم. بس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. واستنوني في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.